السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن من موقع جوالك حياتك. النهاردة مع بعض هنفتح صندوق نوكيا لوميا 625، ودوت واحد من تليفونات نوكيا متوسطة المواصفات والإمكانيات، وفي نفس الوقت متوسطة السعر، اللي بيشتغل بنظام ويندوز فون 8. وقبل ما نفتح صندوق التليفون احب اقول لكم ان نظام ويندوز فون 8 كانت بداياته غير مبشره، ولكن مع مرور الوقت اثبتت مايكروسوفت ومعاها نوكيا ان هم يقدروا ينافسوا اي او اس واندرويد، ودوت عرفناه من خلال مجموعه من الاخبار اللي وصلت لنا في الفتره الاخيره ان اجهزه ويندوز فون قدرت تتغلب على اجهزه اي او اس في 15 دوله في اوروبا وفي كتير من دول امريكا اللاتينيه، وتفوقت عليها واصبحت اكثر انتشارا. ودوت اللي بيدفعنا في موقع جوالك حياتك ان احنا نستمر مع نظام تشغيل ويندوز فون، وخصوصا بعد شراء شركه مايكروسوفت لشركه نوكيا، على امل ان النظام يتطور في الفتره اللي جايه بشكل اكبر. وحبينا ان احنا نستخدم تليفون شاشته كبيرة زي تليفون لوميا 625، لأن التليفون بيجي بشاشة 4.7 بوصة، وفي نفس الوقت مواصفاته مش قليلة، لأن البروسيسور بتاعه أو المعالج هنلاقيه 1.2 دول كور مع رامات 512 وانترنال ميموري 8 جيجا. دوت صندوق لوميا 625، التليفون باللون الأسود. هنفتح العلبة سوا. بسم الله. بعد ما قطعنا السيل بتاع الضمان هنلاقي ان التليفون بيبقى موجود في الصندوق بالشكل ده. دوت شكل الصندوق، ودي علبة التليفون. بيجي معاها شهادة الضمان في مصر اي 2 او راية. اول ما نفتح الصندوق هنلاقي فيه التليفون، هنرجع له تاني بعد شوية. بعد كده هنفتح العلبة اللي مكتوب عليها ارشادات فتح التليفون. تحذير: ما نستخدمش اي آلة حادة مع فتح التليفون، غير ان احنا هنستخدم ايدينا المجردة لفتح التليفون في خطوتين، ودي هنرجع لها بعد شوية. دليل الاستخدام موجود باللغة العربية وباللغة الانجليزية. بعدين الطبقة الاخيرة من الصندوق موجود فيها شاحن التليفون، وهو عبارة عن شاحن مايكرو يو اس بي، وموجود فيها سماعة نوكيا الأصلية اللي هي الهاند فري 3.5، وموجود فيها كابل اليو اس بي الخاص بالتليفون، وهو مايكرو يو اس بي. دي محتويات علبة تليفون نوكيا لوميا 625. اما التليفون نفسه فهو شاشة مقاس 4.7 بوصة، استحت منها الثلاث مفاتيح باللمس اللي هو زرار الهوم المميز لويندوز 8، وزرار الباك او العودة، ودوت اللي بنخرج منه للبرامج، بالاضافة لزرار البحث. اعلى التليفون هنلاقي مكان السماعة والكاميرا الامامية في التليفون، وهي كاميرا فيجا. في الجنب اليمين هنلاقي كل المفاتيح اللي موجودة في التليفون، الجنب الشمال فاضي. ده مفتاح الشاتر بتاع الكاميرا، وده مفتاح الباور الاون والاوف، وكمان اللي بيعمل لوك وانلوك للشاشة، وده مفتاح رفع الصوت ومفتاح خفض الصوت. في الجزء العلوي من التليفون هنلاقي مكان توصيل السماعات اللي هي الهاند فري 3.5 ملي متر، وفي الجزء السفلي هنلاقي مكان المايكرو يو اس بي اللي بنوصل منه التليفون بالشاحن وكمان في الكمبيوتر. فتحة المايك موجودة في الجزء الاسفل من الشاشة.
في الجزء دوت، دي فتحة المايك، الشاشة بتاعة التليفون كورنينج جوريلا جلاس، في خلفية التليفون كاميرا تحس ان هي فيها نتوء يعني بسيط كده، مديها زي بومبي في خلفية التليفون، جنبها ال LED فلاش وعلامة نوكيا، وده جرس التليفون اللي بيطلع الصوت وبيطلع صوت الموسيقى. نيجي عند فتح التليفون، التليفون بيتفتح من الجزء الأسفل بالشكل دوت، هترفع، مش هتستخدم أي آلة حادة، كل اللي أنت هتعمله إنك هتمسك التليفون من الناحية ديت وترفع الظهر بتاع التليفون، هو ظهر بلاستيك بيكون بالشكل دوت، وده شكل التليفون. البطارية بتاعته انترنال غير سهلة الخلع، يعني البطارية مش متحركة، مش بتتشال بتتركب، لا هي بطارية ثابتة داخل التليفون، ومكتوب معلومات الهاتف، الموديل لومي 625، والاي ام اي اي الخاص بالتليفون، وده مكان تركيب الاس دي كارد، ومكان تركيب السيم كارد. السيم كارد التليفون بيشتغل بسيم كارد مايكرو سيم كارد، اللي هي الشريحة المقصوصة او الشريحة الصغننة، سواء اذا كانت على شبكة موبينيل او شبكة فودافون او شبكة اتصالات، هي بتكون الشريحة المايكرو الشريحة الكبيرة، وكمان بيشتغل على مايكرو اس دي كارد. المايكرو اس دي كارد بتركب بالشكل دوت اسفل مكان الشريحة كده، تركب كده وهي على سوستة، تتأكد ان هي اشتغلت، ان انت بتدوس عليها تسمع الضغط بتاعها. اما بالنسبة للسيم كارد فبتركب بالشكل دوت، كده ركبت السيم كارد وركب المايكرو اس دي كارد. نبدأ نشغل تليفون من مفتاح الباور، وهيبدأ التليفون يحمل على نظام ويندوز 8. ده كان فتح صندوق تليفون نوكيا لوميا 625. استنونا في الفيديو اللي جاي مراجعة سريعة للتليفون، أداء تليفون نوكيا لوميا 625. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة جوالك حياتك على اليوتيوب عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة من عندنا، ولايك لصفحتنا على الفيسبوك، وزوروا منتدياتنا وموقعنا www.جوالك حياتك.com. أشوفكم في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.